كان مهم جدا في السادسة ان احنا ندي مساحة لمتابعة كل حاجة بتحصل في العالم. والحقيقة يمكن استضفنا في حلقات كتيرة جدا عدد كبير من اهم واكبر الاسماء في عالم كرة القدم، نجوم الكرة من كل حتة في العالم، اهم الاخبار المرتبطة بكل المسابقات العالمية والجوائز والبطولات على مستوى العالم برؤية نجوم من كل حتة في العالم. استضفنا أسماء كبيرة جدا وسمعنا رأيهم في نجومنا وسمعنا رأيهم في النادي الأهلي وسمعنا رأيهم في مشاركات الأهلي في عدد كبير جدا من البطولات، وده اللي هنتابعه مع حضراتكم عن أهم الأسماء اللي ظهرت معانا على شاشة الأهلي في السادسة. هنتابعهم مع حضراتكم دلوقتي. It's his first Everton goal. And now I'm trying to wrestle shooting space. Oh, that is magnificent. Stephen Pienaar scores for Everton. And Stephen Pienaar celebrates in style as well. What a goal by Stephen Pienaar. Back me up with the girl. واحد من أشهر اللاعبين الأفارقة اللي نجحوا بشكل كبير جدا مع أندية كبيرة في أوروبا، منها أياكس ومنها توتنهام الإنجليزي ومنها طبعا أو من ضمن الأندية اللي كان بيلعب فيها نادي بيدفست الجنوب إفريقي، تجربة مهمة جدا. ستيفن بينار نجم من منتخب جنوب إفريقيا هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس. برحب بيك على شاشة الأهلي وأهلا وسهلا بيك في السادسة. Good evening. Thanks for having me on. دعوتي للحضور معكم. يعني انا كنت منتظرك بنفس قصة شعرك المشهورة ونفس اللوك اللي كنت بتظهر بيه في الملاعب، بس في واضح انه في نيو لوك كبير جدا. اهلا بيك مرة ثانية. بداية خليني اتكلم معاك على بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وكيفن جونسون، لانه الحقيقة بعد تولي مسؤولية تدريب النادي الاهلي يمكن كان ليك على موقع تويتر او على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تويت كتبت فيها انه اثنين من اهم المدربين في مسيرتي الرياضيه على انستغرام تحديدا. عايز اعرف الدور اللي قام بيه موسيماني معاك في مشوارك. قبل كل شيء اود ان اقدم لهم خالص التهنئه للاهلي والكوتش بيتسو موسيماني وكيفن جونسون لفوزهم باللقب الافريقي مع مثل هذا النادي الكبير في مصر وفي على مستوى افريقيا. وعلاقتي بكابتن موسيماني هي على مدار سنوات طويلة مثله مثل كيفن جونسون، ولعبت وللاثنين أثر كبير في مشواري الكروي، حيث كان كوتش كيفن هو أول كوتش لي حين كنت في عمر 12، وساعدني كثيرا أن أقوم بتطوير ذاتي كرويا. وكذلك لعبت تحت تدريب كوتش موسيماني في الفريق القومي حين كنت في فريق الشباب، وكان بالنسبة لي كأب وكما تعلمون أنا بالتالي سعيد جدا لهم، ليس فقط لفوزهم باللقب ولكن لقيامهم بحمل مثل هذه المسؤولية مع هذا الفريق الكبير، وأنا بالتالي أهنئهم وأهنئ الفريق وأهنئ الاتحاد. أتابع البطولة المصرية والبطولات الأفريقية الأخرى بكل قلبي. هل من ممكن أنك تنضم لأصدقائك في يوم من الأيام ونشوفك بتعمل في أحد الأندية المصرية إذا تلقيت عرض مناسب؟ نعم، أنا كل أبوابي مفتوحة. والكرة القدم هي تحدي وهو أيضا تدريب على مستوى الحياة، هي خبرة حياة، وبالتالي كل فرصة متاحة يجب أن نأخذها بمنتهى الجدية. كريمبو، ممكن أطلب منك تقول لي أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظرك في العالم حاليا، ومين هو اللي بتعتقد أنه المدير الفني الأفضل أيضا على مستوى العالم؟ هناك العديدون.
زين الدين زيدان، فيو كارديولا وآخرين. هناك الكثيرون، ولكني اسمح لي أن أتقدم عن بطالة أسماء فقط. كلوب، زيدان، وغوارديولا. أعتقد هما الأفضل الذين يجعلون فرقهم تلعب وتقدم توقيت دقيق في اللعب. كيف يمكنني أن أعبر؟ يقدمون لعبة غنية ومتنوعة من مختلف إمكانيات اللاعبين، وقد قادوا فرقا كبرى، ومن خلال برضو مجموعة فنية كبيرة. يعني مثلا لو بصينا لجيزو أو باب، هم من الأفضل بالنسبة لي. على مستوى اللاعبين، أكبر اللاعبين حاليا يمكنني القول محمد صلاح أولا، والذي لا، وكذلك ميسي وكريستيانو بالطبع. ولكن مع الأسف أنه جرح في آخر مسابقة عالمية، ولكنه لم يكن بعيدا عن تحقيق اللقب، لكنه شاب ويمكنه الفوز أو تحقيق العديد من الألقاب. كان مصدر فرحة وسعادة كبير جدا لينا في مصر بشكل خاص، وفي إفريقيا وفي المنطقة العربية بشكل عام. فبعتقد كمان أنه ساهم، واحدة من أهم النتائج يعني، أنه ساهم في شهرة الأهلي المصري في قارة أمريكا الجنوبية، وبالتحديد كمان في البرازيل، لأنه طبيعي جدا المباراة دي كانت محل اهتمام ومحل متابعة من جماهير الكرة البرازيلية ومن وسائل الإعلام البرازيلية، اللي هنحاول نعرف كده ازاي رصدت تتويج الاهلي او فوز الاهلي بالبرونزيه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي. هيكون معانا ريكاردو لوبيز الاعلامي البرازيلي. اهلا بيك طبعا في البدايه على شاشه النادي الاهلي. بيرفيتو، شكرا ليكم. يعني بدايه يهمني اعرف ازاي تابعت، وايه هو تقييمك للمواجهه اللي جمعت الاهلي المصري وبالميراس البرازيلي بطل إفريقيا مع بطل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية؟ بيتحدث كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، واحتلال الأهلي للمركز الثالث بالنسبة لهم كانت مفاجأة، ولكن كان يستحق هذا الفوز. إيه هي الأسباب من وجهة نظرك اللي أدت لتفوق بطل إفريقيا على بطل أمريكا الجنوبية، اللي دايما الحقيقة مش بس بتكلم على بالميراس، بتكلم على كل النسخ السابقة للمونديال، بيجي ممثل أمريكا الجنوبية وهو أحد المرشحين للتتويج باللقب؟ النادي الأهلي عنده العديد من اللاعبين العالميين وعلى المستوى الأوروبي في طريقة في المستوى اللعب، ومصر بها لاعبين على مستوى عالي ويشرفه أيضا في المونديال وفي أي مكان آخر. أليساندرو ألتوبيلي ضفنا في السادسة النهاردة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بداية برحب بيك معانا، شرف كبير جدا لينا أنك تكون موجود معانا في السادسة، وخليني أبدأ كلامك مع الإنتر. أبارك لك بداية طبعا بوصفك واحد من أهم وأبرز نجوم الإنتر على التتويج ببطولة الدوري الإيطالي. أنا أشكركم على عرض الفقرة الجميلة للإنتر ميلانو، كما هو فخر لقناة الأهلي، فخر لألتوبيلي أن يظهر إلى قناة من أعظم قنوات العرب والرياضية، قناة النادي الأهلي، نادي عظيم له مسيرة كبيرة في الكرة الأفريقية والكرة العربية، وبتابع النادي الأهلي وقمت بتحليل بعض المباريات مع بعض زملائي عندما كنت في قناة بين سبورت، قمت بتحليل جميع المباريات للنادي الأهلي عندما كان يلعب بدور الأبطال أفريقيا، ومتابع جيد لمباريات مصر كمنتخب في كرة القدم. الأهلي عظيم مثل الإنتر واليوفي. الأهلي، وفخر لي أن أقوم بوضع تيشيرت الأهلي بجانب هؤلاء التيشيرتات. أريد أن أهني الأهلي بفوزه بسوبر أفريقيا، وأعلم أن الأهلي فاز بالبطولة منذ يومان، والأهلي سيعبر ريال مدريد. شكرا لكم،
شكرا لحضراتكم، استمر بمشاهدة الكرة المصرية. الأهلي سيفوز، بعشق أبو تريكة، حازم إمام وكل اللاعبين المصريين، كل اللي قابلتهم خلال تحليل المباريات، وكنا لهم كل احترام وأحييهم من خلالك. نونو ميغيل سواريز هو الملقب بنونو جوميش، طبعا واحد من أشهر نجوم المنتخب البرتغالي اللي لعب لبنفيكا البرتغالي ولعب كمان لبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، والحقيقة يمكن يكون لي جزء كبير جدا من الذكريات المصريين معاه، يعني في خصوصا في أثناء مشاركته في كأس العالم مع البرتغال. البرتغال قدمت الحقيقة نجوم كبار على مدار أجيال مختلفة، بداية من إيزيبيو مرورا بروي كوستا، لويس فيجو، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ونونو جوميش طبعا ضفنا النهاردة في السادسة. في البداية طبعا أهلا بيك على شاشة الأهلي معانا في السادسة نونو جوميش. بشكركم جزيل الشكر، ده طبعا شيء يسعدني ان انا اكون معاكم النهارده على البرنامج، واحب اقول هلو لكل محبي الكره المصريين والفانز بتوعي وللاهلي تي في ككل. وبالنسبه لنا هنا في مصر مانويل جوزيه يعتبر من المدربين الاساطير اللي جم تولوا مسؤوليه النادي الاهلي، هل ده كان واصل عندكم في البرتغال النجاحات اللي حققها جوزيه اثناء توليه طبعا مسؤوليه النادي الاهلي؟ أيوة، مانويل خوسيه، مانويل خوسيه كان مدرب بتاعي في بوافيستا وبنفيكا، وهو طبعا كان مدرب ممتاز، وكذلك على مستوى الإنساني إنسان جميل جدا، شخصية جميلة. ابتديت مشواري الكروي معاه في بوافيستا، وبالطبع أنا لازلت على اتصال معاه، ومن حين إلى آخر بنتقابل على الغداء مع بعض الأصدقاء كمان. وهو يعني لقبه في مصر مع الأهلي، أو يعني تتحدث عن نفسها، هو كسب مع الأهلي وحقق معاه يعني ما يسمح لي أن أقول أنه هو يستحق تمثال في النادي. أنا طبعا صديق قريب مع بيرو بامي، وهو كان المساعد بتاعه في الأهلي، وطبعا هو دلوقتي كمدرب قوي جدا، وأنا حقيقة فخور أني كنت واحد من اللاعبين اللي ابتدوا مشوارهم مع مانويل خوسيه. شكرا جزيلا على وجودك معنا، فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.